بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعد مساكم راح اتكلم عن اختيار الاطار باختصار اختيار الاطار باختصار الاطار يعتمد على مواصفات كثيره وعديده ما في اطار يشمل كل مواصفات اطار للثلوج اطار للوحل اطار للرمال اطار مواصفات الضوضاء، توفير وقود، طرق زلقه، جبلي، صخري، يتحمل اوزان، سرعات عاليه، عمر طويل، مواصفات كثيره. اهم اربع مواصفات لاختيار الاطار، اهم اربع مواصفات، ركز معي اول شيء لا يكون الاطار مخزن في المحل اكثر من ست شهور. ضروري جدا لا يكون مخزن أك... اذا اكثر من ست شهور لو يعطيك اياه ببلاش لو تشوفه يوزعونه بعصات ليهم لا تاخذه الشيء الثاني لا تاخذ الاطار اذا كان حرارته اقل من الاي بالخليج عندنا وبالذات بالكويت لازم رمز الحراره اي الشرط الثالث التراكشن التراكشن يتراوح من دبل اي ونازل المناسب للاستعمال الطبيعي A أو B مو مشكلة ذا B ولكن لا تأخذ أقل من B الشرط الرابع والأخير السرعة السرعة لازم أو مو لازم أفضل يكون يتحمل سرعة 180 وأكثر طيب احنا ما نسرع 180 ولكن إذا الإطار في مواصفات سرعة الـ 180 هذا دليل على جودة في التصنيع اربع امور اللي هي تاريخ الانتاج اقل من ست شهور الحرارة A التراكشن لا يقل عن ال B ويفضل يكون A والاخير السرعة يتحمل 180 بقت شروط اخرى التردوير وغيره 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 وغير تعتمد على هذا الشيء طيب في امر اخر واحد سيارته بيكب ولكن ما يحمل اوزان مسوي عبث بالسيارة مخليها طلقة سريعة ما يصير تقول انا بحط مواصفات المصنع ما يصير وهذا انا ذكرتها بالسناب وذكرتها بالانستغرام اللي هو تكنيكال هنس او تلميحات فنيه انت سيارتك تبيها سرعه تحط اطار سرعه المصنع يقول لك اطار تحميل بس انت مو قاعد تحمل اوزان واطار التحميل ما يتحمل السرعة لا تقول لي الماركه لا تعامل الاطارات مثل الشنطه النسائيه على ماركتها لا على مواصفاتها شنو المواصفات؟ لو اخذ افضل ماركه بس ما تخدمني، احتاج على موضوع السرعه، اخذ اطار يتحمل سرعات، موضوع وزن، اطار يتحمل وزن، موضوع الصخر، يتحمل صخور او حجري، الرمل وهكذا. فاحرص في اختيار الاطار مو بالماركه. بقى امر اخر، واحد يقول البلد المنشا وبلد الصنع واي صناعه وهذا مصنوع اصلي بس حطوا مصانعهم بهذا البلد. مو كذي السالفة على الإطار رمز أو عدة رموز وكثير المنتجات فيها هذا الأمر حتى الزيوت آه، مو بس الإطارات والمنتجات السيارة أغلب المنتجات يذكر لك المواصفات ويذكر أيضا شهادات الاعتماد آيزو معهد السيارات الأوروبي معهد السيارات الأمريكي معهد السيارات كذا جمعية السيارات هذه الرموز الجوده او جهه ضبط الجوده تشهد ان هذه المواصفات حقيقيه فانا علي من المواصفات وعلي من جهات اللي تشهد بهذه المواصفات اختم كلامي هذه الرموز لعل انت وانا ما نعرف نفك الشفره اللي على الاطار ولكن بساطه شديده جدا تعال يا بياع الاطار الفني وين رمز الحراره وين رمز التاريخ وين رمز التراكشن وين رمز السرعه بعد التركيب ايضا اتاكد من هذه الرموز الاربعه حتى بعض المحلات تحط لك اطار غير اللي اتفقت عليه قبل التركيب واحذر ان يعطيك فاتوره باسم غير عن اسم المحل يكون تشديد وتبتروح تشتكي عليه وتتفاجئ انه حاط لك فاتوره باسم غير اسم المحل الرموز يا جماعة ما أدخلكم دهاليزها باختصار الفني يوريك هذه الرموز الأربع يعطيكم العافية